بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا نوع من أنواع التكاملات الجميلة جدا، عاوزين نجيب قيمة هذا التكامل. أنت لو جات بصيت على التكامل كده، لازم تفكر أولا إزاي هتحل التكامل، تشوف يعني إذا كان التكامل سهل وبسيط، إلى أنواع التكاملات البسيطة بتحلها. بس لو جينا بصينا هنا، مفيش أي حاجة هنا نقدر نحل بيها إلا حاجة واحدة بس. إيه هو؟ لازم تتخلص من الجذر اللي موجود ده. لازم اتخلص من الجذر الموجود ده. هتعمل ايه تخلص من الجذر؟ في واحد بيقول لي نشيل الجذر نحط اس نص، وهنا اكس اس نص. عملت ايه؟ عملتش اي حاجه، عقدتها اكتر. يبقى الحل الوحيد في هذا النوع من المسائل لما بتلاقيه بهذه الطريقه وفي عندك جذر كده، تعمل ايه؟ تضرب في المرافق. فين تضرب في المرافق؟ بسطا ومقاما. يبقى اضرب في المرافق بسط ومقام. يبقى اول حاجه اقول ايه؟ بالضرب في المرافق بسطا ومقاما. ما أضرب في المرافق بسط ومقام، أدى علامة التكامل بتاعي جميلة. أوكي، يبقى أنا عندي حط زي ما هو، دي جوابي خالص واحد. خلي دي إكس خليها في الآخر خالص. هنا جذر واحد زائد إكس ناقص جذر إكس مضروبة. المرافق إنها تغير الإشارة اللي في النص، المرافق هتغير الإشارة في النص بين الجذرين دومت بسطا ومقاما. يبقى جذر واحد زائد إكس زائد جذر إكس على جذر واحد زائد إكس زائد جذر إكس. هنا إيه؟ دي إكس. ابدأ بقى بسط أي واحد مضروب في أي حاجة. طبعا البسط بتاعك زي ما هو أهوت، هذا التكامل. أوكي، يبقى أنا عندي جذر واحد زائد إكس زائد جذر إكس. طبعا لما بتيجي تضرب الجذرين في بعض، أوكي، هنا مختلفين الإشارة، واحد موجب واحد سالب، تاخد تحت الجذر وخلاص. يبقى هنا واحد زائد إكس، وطبعا الموجب في سالب بسالب، والإكس في إكس بإكس، جذر اكس بجذر اكس باكس، تاخد تحت الجذر وخلاص. اوكي، هنا دي ايه؟ هنا دي اكس. شوف كده، اصبح في عندك سهوله في التكامل. طبعا ده يروح مع ده، هات بالك في المقام واحد، مش اي ملوش اي ايه، اي حاجه تقسمها لواحد دي نفس الحاجه. يبقى لك هنا اللي هو جذر واحد زائد اكس زائد جذر اكس دي اكس. شوف كده، اصبح التكامل عندك بقى فيه سهوله، اصبح التكامل عندك بقى فيه ايه؟ ده ممكن نقسمه، التكامل ده ممكن نوزعه على المجموع ده. يعني ممكن نقول كده بيساوي تكامل جذر واحد زائد اكس دي اكس زائد تكامل جذر اكس دي اكس. اوكي، وابدأ كامل. طبعا بقى دي، طبعا ده ممكن بقى نخليها ايه؟ واحد زائد اكس اس نص. اوكي، دي اكس زائد اكس اس نص دي ايه؟ دي اكس. شيل علامه التكامل. خلاص بقى انت عارف التكامل بتعمل ايه، بتضيف للاس واحد وتقسم على الاس الجديد. الواحد على اتنين ضيف لها واحد، يبقى تلاته على اتنين. تقسم على الاس الجديد، يبقى واحد زائد اكس تلاته على اتنين. هنا هتقسم على كام؟ على تلاته على اتنين، يعني اتنين فوق وتحت كام؟ وتحت تلاته. زائد نفس الطريقه، ضفت لها أس واحد، يبقى ده كام؟ أما ضفت ده واحد، يبقى تلاتة على اتنين، اقسم على الأس الجديد، يعني معناها اتنين على تلاتة. أوكي، زائد مين؟ زائد الثابت. يبقى أنا التكامل طلع معايا اتنين على تلاتة، اتنين على تلاتة. التكامل بقى النهائي بتاعي اتنين على تلاتة في واحد زائد إكس أس تلاتة على اتنين زائد اتنين على تلاتة اكس اس تلاتة على اتنين زائد كام؟ زائد الثابت. وهذا قيمة التكامل بكل بساطة وبكل سهولة. وممكن يكون طويل شوية، بس ما في اي حاجة خالص يعني، الا هي بس فكرة واحدة، انك تضرب في المرافق وبعد كده بتبسط. اذا عجبك هذا الفيديو لا تنسى اشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس عشان يصلك كل جديد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.